السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. الدعم السري ينقل مدرعات ثقيلة من الفاشر إلى العاصمة تحسبا لأي طارئ، ومحكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 20 عاما على الدكتور ناجي مصطفى. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان، وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال بولاية غرب دارفور. حركة التمازج تعتبر أن انفراج الأزمة مرهون بتوسيع قاعدة المشاركة في أي اتفاق مرتقب، والآلية الثلاثية تنفي تقديم أي مقترح لتحديد نسب المشاركة في العملية السياسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت مصادر إعلامية بأن قائد قوات الدعم السري محمد حمدان حميتي قد أمر بنقل عدد من المدرعات والجنود من شمال دارفور إلى العاصمة الخرطوم. ونقل موقع سودان تربيون عن أحد قادة الدعم السري قول أن هذا القرار جاء تحسبا لأي طارئ، مبينا أن 14 مدرعة حربية وناقلة جنود قد وصلت إلى مدينة الفاشر قادمة من قاعدة الشفرليت وسط إجراءات أمنية مشددة تمهيدا لنقلها إلى العاصمة. أصدرت محكمة الإرهاب حكما بالسجن المؤبد 20 عاما مع وقف التنفيذ بحق القيادي في حركة المستقبل ناجي مصطفى بعد إدانته بالإرهاب وتعريضه أمن الدولة للخطر. واشترطت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ضد ناجي مصطفى والإفراج عنه وإطلاق سراحه بتعهده بحسن السير والسلوك لمدة 5 سنوات، فيما برأته المحكمة من تهمة إدارة منظمات إرهابية لعدم وجود أي بينة بخصوص ذلك مع قيامها بإطلاق سراحه. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار نفذه أشخاص مجهولون في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. ونقل راديو دابنغا عن مصادر محلية قولها أن المسلحين استهدفوا حافلة لنقل الركاب كانت في طريقها من منطقة قردودة بمحلية التضامن إلى منطقة جغرورة جنوب منطقة وكرة، ما تسبب بمقتل 3 أشخاص على الفور وإصابة آخرين. أعلنت السلطة الحكومية بولاية غرب دارفور فرض حالة الطوارئ وحظر جزئي للتجوال لمدة 1 شهر، وذلك عقب اندلاع أعمال عنف قبلي فيها. وقالت لجنة أمن الولاية أن إعلان حالة الطوارئ سيكون لمدة 1 شهر كامل، بينما يتم تطبيق حظر جزئي للتجوال من الساعة 7 مساء إلى الساعة 7 صباحا لمدة 2 أسبوع في كافة أرجاء الولاية، داعية كافة المواطنين إلى الالتزام بقرارات حفاظا على حياتهم وتعزيزا للأمن والطمأنينة. اعتبر رئيس حركة تمازج محمد علي قرشي أن انفراج الأزمة السياسية في البلاد مرهون بتوسيع قاعدة المشاركة في أي اتفاق مرتقب. وأكد قرشي في تصريح صحفي أن الاضطراب السياسي في البلاد سوف يؤدي إلى اضطراب أمني في حال لم يتم إيقافه، مبينا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السري هما العمود الفقري للبلاد. نفت الآلية الثلاثية تقديمها أي مقترح إلى مجموعة الكتلة الديمقراطية حول تحديد نسبة معينة لمشاركتهم في السلطة مقابل قبولهم الدخول في العملية السياسية. وأكدت الآلية الثلاثية أنها بحسب صحيفة الجريدة لم تبدأ أي مفاوضات رسمية مع أي طرف من أطراف العملية السياسية، ولم تقدم أي مقترح أو نسب لأي طرف منها بشكل رسمي، مبينة أن النقاشات التي تجريها تأتي في إطار تصنيف هذه الأطراف ودورها أثناء تبادل الأفكار معها. استبعدت قحط انهيار العملية السياسية الحالية القائمة على الاتفاق الإطاري بسبب العراقيل التي حالت دون التوقيع على الاتفاق النهائي. وأكد القيادي في قحط الشريف محمد عثمان أن العملية السياسية الجارية الآن ماضية إلى نهايتها، وسيتم التوقيع على الاتفاق النهائي عقب إنهاء الخلاف حول النقاط العالقة في قضية الإصلاح الأمني والعسكري، معتبرا أن الحديث عن انتخابات مبكرة في البلاد لن يقود إلى حل الأزمة.
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين، تم فيه استعراض مسيرة العلاقات السودانية والأمريكية ومستقبلها. وأطلع البرهان وزير الخارجية الأمريكي على سير العملية السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجهها، فيما وعد وزير الخارجية الأمريكي دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان وتذليل العقبات التي تقف في طريقها. اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على نتائج الاجتماعات المشتركة بين حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن منطقة أبيي خلال لقائه وفد حكومة جنوب السودان. من جانبه قال وزير شؤون شرق إفريقيا دينكا ألورا في تصريح صحفي أن الاجتماعات المشتركة ركزت على قضايا التنمية والخدمات في منطقة أبيي بجانب موضع الحل النهائي للقضية، مبينا أن الطرفين اتفقا على ضرورة إعطاء التنمية والخدمات بالمنطقة أولوية قصوى. أكد نائب والي ولاية غرب دارفور تيجان الطاهر كرشوم أهمية دور الإدارة الأهلية للمساهمة في حل القضايا، وتعهد كرشوم لدى لقائه وفد الإدارة الأهلية لمحلية كولبوس بتذليل كافة العقبات التي تواجه الإدارة الأهلية للإطلاع بدورها كاملا تجاه المواطنين، مناشدا الإدارة الأهلية بضرورة توعية القواعد لمحاربة الظواهر السالبة والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة. وفي ذات السياق طالب وكيل سلطان دارجمير الأمير يحيى بولات بإنزال كافة اتفاقيات المصالحات لأرض الواقع والمساهمة في اطمئنان المواطنين واستقرارهم، ودعا بولات إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين بقرى العودة الطوعية، وضرورة تدخل المنظمات لتوفير الإيواء والغذاء، إضافة إلى فتح نقاط للشرطة مع وضع الترتيبات اللازمة لحماية الموسم الزراعي المطري. خرج المئات من أهالي مدينة زالنج بولاية غرب دارفور للمطالبة بمحاسبة قتلة المقدم ركن أحمد محمد بخيت والذي قتل على يد عصابة مسلحة، واتهم المتظاهرون الحكومة بالتباطؤ في القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وذلك بعد مرور عدة أيام من الحادثة، معلنين تعاطفهم الكامل مع أسرة الضحية، مطالبين في الوقت ذاته بالقضاء على المظاهر السالبة والحد من حالات الانفلات الأمنية. دعا مجلس شؤون الأحزاب السياسية جميع الأحزاب المسجلة إلى مراجعة المجلس في غضون أسبوعين بهدف تحديث بياناتها. وقالت الأمين العام للمجلس ليلى عثمان إبراهيم أن المجلس بصدد تحديث بيانات الأحزاب وتصنيفها إلى تاريخية وحديثة التكوين، مشيرة لعدم وجود أي حزب محظور في البلاد سوى حزب المؤتمر الوطني، بينما بلغ عدد الأحزاب المسجلة 109 حزب سياسي. من جانبه دعا حزب الأشقاء إلى فك الحظر عن حزب المؤتمر الوطني وإخضاعه للإرادة الشعبية لكي يحدد الشعب وحده حجم الحزب ومكانته في المشهد السياسي. وأكد رئيس الحزب عادل إبراهيم وجود ما وصفها بالآثار السلبية الناجمة عن حظر القوى السياسية وإنكار وجودها، مبينا أن قوى الثورة قد عطلت قرار إجراء الانتخابات حتى دون مشاركة المؤتمر الوطني، ما أثار الشك حول جدية هذه القوى في ذات التحول الديمقراطي المنشود. كشفت الغرفة القومية للبصات عن تسليمها خطابا إلى اتحاد النقل في السودان بهدف اعتماد زيادة جديدة على أسعار تذاكر السفر لتطبيقها قبل بدء تفويج المسافرين للأقاليم. وطالب أمين المال بالغرفة علي أحمد بوضع زيادة بنسبة 25% على أسعار تذاكر السفر عبر البصات لفترة محدودة خلال العطلة الرسمية وتنتهي بانتهائها، مبينا أنهم انتظار اعتمادها من قبل اتحاد النقل. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الدعم السري ينقل مدرعات ثقيلة من الفاشر إلى العاصمة تحسبا لأي طارئ، ومحكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 20 عاما على الدكتور ناجي مصطفى.
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان، وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال بولاية غرب دارفور. حركة التمازج تعتبر أن انفراج الأزمة مرهون بتوسيع قاعدة المشاركة في أي اتفاق مرتقب، والآلية الثلاثية تنفي تقديم أي مقترح لتحديد نسب المشاركة في العملية السياسية. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.